شرطة نائمة على السطر. ما هذا الحرف كي جي 1؟ حرف د. برافو كي جي 1. الآن عندنا هي أصحاب حرف الد. ما هي أصحاب حرف الد؟ نقول مع بعض دي دال دي دال دب دال دب دال دراجة دال دراجة دال دودة دال دودة دال دبابة دال دبابة. يبقى نرجع مع بعض تاني كي جي 1. حرف الدال، كيف أكتب حرف الدال؟ أقف أعلى السطر قليلا، أرسم شرطة مائلة، ألف وشرطة نائمة على السطر. نقول تاني هم أصحاب حرف الدال: دال دي دال دب دال دراجة دال دودة دال دبابة. بعد حرف الدال عندنا حرف ذ. عندنا حرف ذ بنطلع طرف السنة ذ. كيف أكتب حرف ذ؟ أقف أعلى السطر قليل، أرسم شرطة مائلة، ألف وشرطة نائمة على السطر ونقطة من أعلى. كمان مرة أخرى أو شيء واحد. أقف أعلى السطر قليل، أرسم شرطة مائلة، ألف وشرطة نائمة على السطر ونقطة من أعلى. هيا بنا نكتبها. أقف أعلى السطر قليلا، أرسم شرطة مائلة، ألف وشرطة نائمة على السطر ونقطة من أعلى. ما هم أصحاب حرف ذال؟ ذي ذراع ذراع ذئب ذهب ذهب ذرة ذرة. مرة أخرى: ذال ذيل ذال ذراع ذال ذئب ذال ذهب ذال ذرة. وبعد حرف ذال عندنا حرف راء. عندنا حرف راء، كيف أكتب حرف الراء يا كي جي 1؟ سنة أقف أعلى السطر قليلا، سنة صغيرة تقف على السطر وزحليقة. مرة أخرى كي جي 1. أقف أعلى السطر قليلا، أرسم سنة صغيرة تقف على السطر وزحليقة. يلا نكتبها. أقف أعلى السطر قليلا، أرسم سنة صغيرة تقف على السطر وزحليقة. حرف راء. من أصحاب حرف الراء في جوار؟ راء رمان راء رمان راء رم راء رم راء رأس راء رأس راء ريشة راء ريشة راء رجل راء رجل. مرة أخرى في جوار: راء رمان راء رم
ر ر ر رجل ر ريشة. وبعد حرف الراء كي جي 1 بنعرف الحرف زاي. حرف زاي كيف اكتب حرف زاي؟ اقف اعلى السطر قليلا، ارسم سنة صغيرة تقف على السطر وزهليقة ونقطة من اعلى. مرة اخرى كي جي 1 كيف اكتبه؟ اقف اعلى السطر قليلا، ارسم سنة صغيرة تقف على السطر وزهليقة ونقطة من اعلى. يلا نكتبه. أقف أعلى السطر قليلا، سنة صغيرة تقف على السطر وزحليقة ونقطة من أعلى. ما هم أصحاب حرف زي؟ زي زينة، زي زينة، زي زهور، زي زهور، زي زرافة، زي زرافة، زي زيتون، زي زيتون، زي زجاجة، زي زجاجة. والآن بعد ما انتهينا من حرف زي هنراجع مع بعض مراجعة سريعة على كل الحروف اللي أخدناها. أولا حرف دال، دال دي، دال دو، دال دراجة، دال دودة، دال دبابة. عندنا حرف ذال، حرف ذال، ذال زي، ذال، زي، ذال، ذراع. بعد ما انتهينا من مراجعة الحروف هنراجع مع بعض مراجعة سريعة على الحروف اللي أخذناها. ذال، ذال، را، ذال. مع بعض كده. ذال، دي، دو، دراجة، دودة، دبابة. ذال، زي، ذراع، ذئب، ذهب، ذرة. حرف الراء رمان، رمل، رأس، رجل، ريشة. زي زينة، زهور، زرافة، زجاجة، زيتون. وبعد أن انتهينا من مراجعة حروف دال، ذال، راء، زي، الآن هنبدأ بحل المسابقة الأولى. المسابقة الأولى معنا اختر الحرف المناسب. ما معنى ذلك يا كي جي 1؟ يعني احنا هنشوف الصورة بتبدأ بحرف ايه وهنحط دائرة حول الحرف المناسب ليها. معانا أول صورة، صورة ذرة، صورة ذرة بتبدأ بحرف ايه؟ ذال. حرف ايه؟ ذال. يبقى هنضع دائرة حول ذال أم جيم، ذال ذرة أم جيم ذرة، ذال ذرة. نضع دائرة حول حرف الذال. صورة تانية دب، دب تبدأ بحرف ايه؟ د، دال تبدأ بحرف ايه؟ دال. نقول ألف دب أم دال دب؟ دال دب. هنضع دائرة حول حرف الدال. عندنا صورة رجل، صورة رجل، رجل بتبدأ بحرف راء، تبدأ بحرف راء، يعني راء رجل أم تاء رجل؟ راء رجل. عندنا صورة زرافة، زرافة، زرافة بتبدأ بحرف زاي، تبدأ بحرف زاي. خاء زرافة أم زاي زرافة يا كي جي 1؟ زاي زرافة. هنضع دائرة حول حرف زاي. بعد أن انتهينا من حل المسابقة الأولى هنبدأ المسابقة الثانية. المسابقة الثانية عندنا تقول إيه؟ اكتب الحرف المناسب. معنى ذلك يا كي جي 1 هنشوف الصورة بتبدأ بحرف إيه وهنكتبه. يلا كده مع بعض. دي صورة ايه؟ دجاجة، دجاجة بتبدأ بايه؟ بحرف ايه كي جي 1؟ د د دجاجة. حرف دال. حرف ايه كي جي 1؟ دال. كيف اكتب حرف الدال؟ اقف اعلى السطر قليلا، ارسم شرطة مائلة الف وشرطة نائمة على السطر. عندنا صورة ايه دي؟ زجاجة، صورة زجاجة بتبدأ بايه؟ بحرف ايه كي جي 1؟ ز ز زاي، تبدأ بحرف ايه؟ زاي. كيف اكتب حرف زاي كي جي 1؟ اقف اعلى السطر قليلا، ارسم سنة صغيرة تقف على السطر وزحليقة ونقطة من اعلى. صورة دي ريشة، صورة ريشة تبدأ بحرف ايه كي جي 1؟ نفكر مع بعض. ر ر ريشة، راء تبدأ بحرف ايه؟ راء. كيف اكتب حرف الراء؟ اقف اعلى السطر قليلا، ارسم
وزحليقه. عندنا صوره ايه دي كمان يا كي جي 1؟ ذهب. صوره ذهب بتبدا بحرف ايه؟ ذال. تبدا بحرف ايه كي جي 1؟ ذال. كيف اكتب حرف الذال يا كي جي 1؟ اقف اعلى السطر قليل، ارسم شرطه مائله والف وشرطه نائمه على السطر ونقطه من اعلى. وبعد ان انتهينا من مراجعه الحروف وحل المسابقه، الى اللقاء في مراجعه اخرى. باي باي.